ثم استوى إلى السماء. هنا الحق سبحانه وتعالى يجب أن نفهم كل شيء تعلق به في نطاق ليس كمثله شيء. فإن قيل إن الله استوى على العرش، ما تخش استوى على العرش دي زي أنت ما تستوي على كرسي. ليه؟ لأن في قضية بتحكمنا وهي ليس كمثله شيء. الله حي وأنت حي، أحياتك كحياته؟ لا. طب ويعلم وأنت تعلم؟ علمك عمسه. ويقدر وأنت تقدر؟ إذن لما تيجي في استوى دي إيش معنى عايز تفهم استوى الله زي استويت أنت؟ الله. يبقى حيث أثبتت له وجودا ولك وجود، خلاص، ولكن وجوده ذاتي ووجودي ووجودك غير ذاتي، يعني بالغير. يبقى وجودي غير وجوده، وإن اتصفنا بالإيه؟ بالوجود. حياتي غير حياته. علمي هو يعلم الآن أننا في المكان الفلاني وبنسجل وبنقول كذا، وأنت تعلمها أيضا، مش كده؟ ما الفرق بين علمه وعلمك؟ أنه يعلم المكان بكل ذراته والمكين بكل ذراته وانطواءاته، وأنت تعرف شكلية المكان وشكلية المكين. مفهوم ولا لا؟ يعني أنت قاعد دلوقتي بتسمع وما عرفش عقلك فيه إيه، ويعلمها قبل أن تقع وأنت علمتها بعد أن وقعت. يبقى إذن علمه ليس كعلمك ووجوده ليس. فإن قيل له يد، إياك أن تقول إنها إيد زي إيدي بقى. إيش معنى إيدك زي إيدي بقى؟ طب أنت قلت وجوده ليس كوجودك وعلمه ليس كعلمك، تبقى لازم له إيد بس غير إيدي. إذن يفهم كل شيء ينسب لله مما ينسب إلى البشر في إطار قوله ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. نيجي مثلا نقول والتنظير، ولله المثل الأعلى، تنظير تقريب دائما. يجي مثلا يقول ايه الولد اللي في القريه ويجي يتجوز ويقول انا عايز بقى، ما بيقولش انا عايز طبعا صالون ومش عارف وايه وايه وايه، هو مش عايز الا اوضه النوم بتاعته، ادي الجهاز. يبقى جهاز الولد الفقير اللي في القريه غير جهاز التاني الولد ابن العمده، مش كده؟ غير جهاز ابن المدير، غير جهاز ابن المحافظ، مش كده؟ غير جهاز الرئيس الكبير مثلا. الله، اذا كل واحد له جهاز عرس ولا لا؟ اشمعنى هل فيه جهاز كجهاز؟ طيب هيتغدى رئيس الجمهوريه، وبعدين هيتغدى نائب رئيس الجمهوريه، ويتغدى رئيس الوزراء، ويتغدى الوزير، ويتغدى الشعراوي، ويتغدى الفلان الفلان، هو هيتغدى وانا هتغدى، انما غدا زي غدا. اذا كان في البشر اللفظ الواحد يطلق اطلاقا مشتركا بين عده اشياء تختلف في المصدق، واللفظ واحد. فاذا كنا بقى هنرتقي شويه في المساله، نقول صحيح بقى، يبقى اللفظ يوجد في الله ويوجد ايه فيه، ولكن الفارق بيني وبين اللفظ هنا واللفظ هنا كالفارق بيني وبين الله. الله الله. يبقى لما يقول استوى بقى ما تاخدوش على انه ايه استوى يعني ايه جل. لما يقول له وجه ما تقولش ده له وجه كده، ما له يدين مش يضع الجبار قدمه في النار، قل على انها ليست ايه، ليست كمثلنا. ليه؟ لان له صفات انا احكم بانها ليست صفاتي مش زي صفاته، وصفاته مش زي صفاته.